اهلا بيكم مره تانية على انت عارف وقعات التدوير. النهارده هنعمل اول فيديو في السلسله دي وهيبقى عن اعاده التدوير جاكيت بدله رجالي كبير. هنعمل منه حاجه حلوه جدا 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 للبنات. يلا بينا نبدا. النقشة دي بالذات قعدت ادور عليها كتير جدا ليا، وخاصة ان انا عايزة جاكيت بدلة يكون واسع زي ما انا بحب، ما بحبش جواكت البدلة بتبقى بالظبط على قد دي. دورت كتير ونزلت كتير وما لقيتش اي حاجة، لحد ما قررت اني انا اخد جاكيت البدلة ده النهاردة معاكو عشان اعمل منه حاجة ليا. الاول كنت عايزة اضيقه على قد دي، اني اعمله مثلا جاكيت بدلة يليق عليا، بس وقف معايا موضوع الاكتاف ده، معرفش اتصرف فيه ازاي. وبعدين انا مش محترفة خياطة قوي يعني ان انا اعرف ارجع تاني طونة الجاكيت واظبطها من جوه واظبطه بعد ما اقص الكتف والحاجات الغريبة دي. ولو رحت الخياط اكيد هيقولي ضيقيه من الجنب واعمليه، ومش هيسمع الكلام. وانا عايزاه بنفس الوسع اللي هو فيه ده، مش عايزة اضيقه. فقلت طب ما بدل ما انا متمسكة بفكرة ان انا اعمله جاكيت بدلة ليا انا، ما انا ممكن اعمل بيه حاجة تانية ويبقى اسهل ليا ويطلع احلى. فالنهارده هتشوفوا معايا انا هعمل في جاكيت البدلة ده ايه، وحوله حاجة حلوة جدا 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 لينا. وانتوا كمان تقدروا لو عندكم اي حاجة مش بتستخدموها في البيت لباباكو اخوكو جدكو عجباكو، ممكن تعملوا فيها نفس الموضوع ده وهيطلع حاجة حلوة جدا هتشوفوها دلوقتي. يلا بقى كملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا هعمل ايه في جاكيت البدلة ده. عندنا مكنة خياطة على قدنا النهاردة هي اللي هستخدمها في الفيديو. قلبت جاكيت البدلة على ظهره ولقيت البطانة بتاعته، وبدور على مدخل ادخل منه للقماش من جوه اللي البطانة دي مدارياه، فقررت ان انا هدخل القماش من جوه من عند الايد من فوق. فقررت خلاص وابتديت افك الخياطة. فكيت الخياطة وفصلت بطانة الايد عن بطانة بتاعت الجاكيت. ودلوقتي هفك قماشة الايد من قماشة الجاكيت نفسه. هنا يا جماعه لما كنت بتعلم الخياطه كانت الميز بتاعتنا بتقول لنا اقطعوا بايديكم ما تخافوش القماش مش هيحصل له حاجه، فانتوا يا جماعه كمان اقطعوا بايديكم ما تخافوش القماش مش هيحصل له حاجه. خلاص خلصت وفكيت الدراعين عن الجاكيت. خلصت وفكيت الدراعين من الجاكيت وبقى عندي فيست من غير دراعين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا بينا نكمل ونروح على مكنة الخياطة عشان نظبط الدراعين دول ونخليهم شكلهم لطيف. على مكنة الخياطة حطيت قماشة الجاكيت وتنيتها، كمان تنيت البطانة، خليت البطانة وشها في وش قماشة الجاكيت اللي انا مقطعوها، فالاتنين لما احطهم على المكنة وخيطهم هيدخلوا جوا بعض وهيتعمل لهم اوفر لوحدهم، مش هحتاج كده ان انا اروح اعمل اوفر. يا رب تكونوا فهمتوا. زي ما انتوا شايفين على المكنة اهو خلصت بسرعة جدا. ونسيت اقول لكم ان انا قبل ما اعمل كده على المكنة كنت مخيطة بخيط عشان لا البطانة من جوه تطلع ولا قماش الجاكيت اللي انا تانياه يطلع ويفك، وكمان لما اجي اعمله على المكنة يبقى سهل. ظبط اهو بقى حلو جدا جدا جدا. يلا دلوقتي بقى اروح اجرب لكم واوريكم الفرق بعد ما كان جاكيت بدلة رجالي وبعد ما ظبطناه وعملناه حاجة حلوة جدا جدا لينا. Thank you.
باي باي كوم. كمان هفضل مخلية الأكمام موجودة، لأن أنا بصراحة ممكن أغير رأيي وقرر إن أنا أعمله جاكيت بدلة ليا لو ما لقيتش الفيست اللي أنا عملته ده لطيف وظريف. كمان ممكن لو عجبكم الفيديو النهاردة أعمل لكم ستايلينج بالفيست ده بكذا طريقة، فقولولي في التعليقات لو عجبكم وعايزيني أزبطه شوية بطريقة رسمية، طريقة غير اللي أنا لابساه بيه ده، فعرفوني في التعليقات تحت. الموضوع بسيط جدا ومش هياخد منكم اي حاجه، حتى لو ما كانش عندكم مكنه خياطه تقدروا تعملوا الكلام ده كله على ايديكم عادي. يا رب فكره الفيديو النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو النهاردة والفكرة كمان عجبتكم تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس الإشعارات لو مش مفعلينه عشان أول ما نزل فيديوهات جديدة تتفرجوا عليها بسرعة تعرفوا إن هي نزلت، وتسيبولنا تعليق برأيكم النهاردة هل عجبتكم الفكرة ولا أنا بوظت الجاكيت. وسلام.